السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة أميرة فوزي، دكتورة صيدلانية. في الفيديو ده هنتعرف على سؤال مهم جدا وخطير جدا، وياريت يا جماعة نركز قوي في السؤال ده. ليه الشباب الصغير اللي في عمر مثلا العشرينات وعمر الثلاثينات وفي أول الأربعينات بيحصل له جلطة في القلب؟ نلاحظ مثلا كتير مننا دلوقتي ممكن يسمع ان حد مثلا من قرايبه او من اصحابه او من جيرانه او من المجتمع اللي احنا عايشين فيه ان النسبة زادت قوي بشكل كبير جدا، خصوصا عند الشباب الصغير. كتير مننا دلوقتي مش عارف ايه السبب. ده موضوع حلقة الفيديو بتاع النهاردة. اتفقنا ان المرضى دولت ما عندهمش لا ضغط ولا سكر ولا عندهم كوليسترول ولا بيعانوا من الحمرات دي خالص، وكمان الدكتور مثلا بيسالهم هل انتم مثلا بتعرضوا للتدخين الايجابي او السلبي او التدخين او الدخان بشكل عام؟ يقولوا لنا طبعا لا. طيب هل انتم مثلا بتعانوا قبل كده، حصل لكم مثلا قسطره او عملتوا دعامه في القلب او كده وعندكم اصلا مشاكل في القلب؟ يقولوا طبعا لا. طيب امال ايه الحكايه بالظبط؟ وبرده هل انتم مثلا بتلعبوا رياضه كويس، يعني اللايف ستايل بتاعكم يعني نوعا ما كويس؟ بالاجابه بتكون ايوه اوكي. لكن المشكله هنا مش في كده، مش في اللايف ستايل ذات نفسه، المشكله هنا ان هم بياكلوا قبل النوم مباشره. وده طيب الحل ايه؟ الحل حاجه بسيطه جدا جدا، ودي معظمنا المفروض يعملها اصلا ويطبقها في حياته كلها، يعني حياته اليوميه المفروض يطبقها، اللي هو ما ياكلش اكل دسم فيه دهون كتير وفيه بروتينات كتير، عشان الحاجات دي بتحمل على منطقه الابدومين او منطقه البطن، وطبعا هنا هتحمل كمان على يعني هي برضه هيتعرض هنا للمشكله في القلب. مش عايزين الكلام ده طبعا يحصل. الحل بسيط قوي ان احنا ما ناكلش اكل دسم فيه بروتينات ولا نشويات كتير قبل ما ناكل. احسن حاجه اللي هي التمر، تمر بلبن، او ناكل مثلا 7 تمرات، او مثلا نشرب عصير، او مثلا ناكل عادي خضار وفاكهه. اوكي طيب لو احنا حابين مثلا معزومين وناكل مثلا عايزين مثلا ناكل حاجات وكده كتير، طيب هناكل ازاي؟ هناكل ونتمشى. في مثل قديم بيقول لنا ان احنا اتعشى وتمشى، يعني بعد الاكل على طول ما نروحش ننام. ده طبعا غلط خالص، ده اللي بيعمل بقى امراض جامده جدا، خصوصا اللي هي جلطه القلب المفاجئه. ده من احد اسبابها اللي هو الاكل قبل النوم مباشره. الحل اللي احنا نتعشى ونتمشى وكمان ونقعد شويه، يعني نقعد شويه كده شويه، يعني مثلا 2 3 ساعات، وبعد كده يعني ايه نروح للنوم. وكمان احنا برضو عايزين نغير حاجة مهمة قوي، وممكن اول مرة ممكن تعرفوها، ان احنا ما ينفعش اللي احنا ننام 7 أو 8 ساعات أو 9 ساعات متواصلين. يعني مثلا محدش يقولي اللي هو مثلا يدخل ينام الساعة 10 أو الساعة 12 متواصل 7 8 ساعات، لا. المشكلة هنا برضو دي بتضعف عضلة القلب، هنا ممكن كمان اللي يحصل جلطة في القلب، ده برضو من احد اسبابها. طب الحل ايه؟ الحل احنا كمسلمين نقوم نصلي مثلا الفجر او كده، يعني نصلي يعني مثلا ننام كام ساعة، يعني مثلا 3 4 ساعات، وبعد كده نقوم نصلي، وبعد كده نفس الحكاية. المهم اللي احنا نقطع 7 8 ساعات اللي احنا هننامهم بشكل متواصل. وبكده تكون خلاص الفيديو بتاعنا، وبتمنى يكون يا رب يعجبكم، وانتظروني ان شاء الله فيديوهات قادمة بإذن الله.